تهديد، وإن كانت هذه المحاولات لم تقلق الحارس أمين بوقادي في أكثر من مناسبة. زيد كروش استغل هفوة دفاعية وكاد على إثرها توقيع هدف السبق. ما سعى إليه التطوانيون تأجل إلى الدقيقة 22 حينما نفذ مهدي النملي كرة ثابتة لم تجد مكانا أفضل من الشباك تأوي إليه. ومع بداية الشوط الثاني استغل المغرب التطواني مرتدا هجوميا تمكن خلاله حسام الدين الصنهاجي من اصطياد ضربة جزاء. اللاعب نفسه انبرى لها بنجاح. أما الوداد الفاسي كان رده في الدقيقة 64 عن طريق البديل زهير أوشن بعد استغلال سوء تقدير الدفاع. دقيقتان كاد زهير أوشن أن يضيف الهدف الثاني لكن القائم الأيمن حال دون ذلك. تغيير به مصطفى الحداوي في تعديل النتيجة فظفر التطوانيون بثلاث